واول لقاء مع الموسيقار عمار الشرعي. طبعا انت قعدت 3 سنين في الله مدرسته. الله، طبعا الله على المذاكره. جميل جميل. شوف حضرتك، لما تيجي سيره عمار الشريعي يبقى احنا بنتكلم عن وجدان امه. عمار الشريعي ده شكل وجداننا. أيوه. مش الوجدان المصري بس، الوجدان أيوه. العربي. عمار الشريعي ده يعني معنى الدراما الموسيقيه. يعني انا دايما بقول ان عمار الشريعي راح وخد معاه الدراما بصراحه، لانه كان انا شفته بعيني بيذاكر ازاي المسلسل الارابيسك كده مثلا. انا المسلسل كان بالظبط كده ضخم كده، كان بيقرا ورقه. مين يعمل كده دلوقتي عشان يشوف توحيده يعملها الموسيقى بتاعتها تبقى عامله ازاي؟ ام حسن ارابيسك هيعمل العجلاتي، عدوله، كل دول لازم يعرف شخصياتهم في المسلسل، فبالتالي بترجم ده موسيقيا. فده عمار الشريعي. اتعرفت عليه ازاي بقى؟ والله انا اول حد اتعرفت عليه كان مأمون الشناوي، الشاعر العظيم الكبير ده. ده اول حد سمعني. طبعا. وهو ده اول حد اكتشف. شوف الاسامي اللي انا التقيت بيها. لا انا كنت محظوظ والله جدا. فالاستاذ مأمون الشناوي لما سمعني راح مقدمني للاستاذ الكبير مجدي العمروسي. مجدي العمروسي يعني صوت الفني، يعني عبد الحليم حافظ، يعني حكايه كبيره. طبعا. تاريخ طويل. طبعا. فمن الاستاذ مجدي العمروسي قابلت بليغ حمدي. كلهم عمالقه يعني. شوفي بقى حضرتك، بصي انا محظوظ ازاي. وكان اول حد المفروض هيلحق لي كان الاستاذ بليغ حمدي. ورحت وقابلته، كان هو عمارته كانت في ميدان سفنكس. وما اقولكيش على جمال هذا الرجل المبدع العبقري. طبعا. وازاي احتضني كده وقال لي ان شاء الله اول حفله جايه يا حسن انت هتتقدم فيها. شاء السميع العليم انه يتعب ويخش المستشفى وتوفى. الله يرحمه. انتقلت لروحت الاستاذ الكبير كمال الطويل برضو. شوفي حضرتك، كل العمالقه دول قبل الموسيقار عمار الشريعي. وقابلت كمال الطويل، وعايز اقول لحضرتك انا شفت كمال الطويل وهو بيلحن. ايوه. شوفي هذا ده البني ادم الضخم ده بيتحول لطفل. خدني من ايدي كده وقال لي تعالى دي حسن، نخش الاوضه بتاعت الواد زياد ابنه. أيوه. وراح واخدني على البيانو وقعدنا، قعدت جنبه وقعد شفته هو عايز يولد جمله لحنيه. شفت ده بعيني. جميل. برضو اختلفوا على الكلام وحاجات كده، فما تمش اللقاء بينه وبين الاستاذ كمال الطويل. فانا رحت قاعد مع الاستاذ مجدي عمروسي، قلت له بقول لحضرتك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له انا عايز عمار الشريعي، انا اللي اخترته. فراح هو قاعد، راح لف في القرص وراح مكلم الاستاذ عمار الشريعي، قال له في صوت اسمه كذا كذا هيجي لك. رحت رايح له ايه وقابلته. لما قابلت عمار الشريعي انا راح، طبعا انا مذاكر الاستاذ عمار ومذاكر تاريخه وكل اللي هو بيعمله. فقعدت جنبه زي ما حضرتك قلت 3 سنوات. قبلها عملنا احتفالات اكتوبر، دي كانت اول حاجه عملتها في حياتي، احتفالات اكتوبر. بعد كده جيت انا وانا قاعد معاه بقى في الثلاث سنين دي، قلت له استاذ ما ترشحني في تتري كده ولا حاجه في رمضان ورمضان جاي. فقال لي والله فكره دي حسن، تصدق؟ طيب حاضر، سيبني بس اقدمه. جه قدامه ايه؟ أرابيسك. فلما رشحني الأرابيسك، لا أخفي عليكي في ناس كانت موافقة وناس مش موافقة. العمل ضخم جدا. ومتقدم العائلة على قناة، وهلا والدرويش على قناة تانية، يعني أنغام هتغني في العائلة، وهلا والدرويش بيغني له الأستاذ محمد الحلو. فأسامة أنور كده كان معترض، قال له علشان يعتبر وجه جديد أو أيوة أو صوت جديد. قال له الأستاذ عمار، قال له أنت هتجيب لي صوت جديد عمار، يعني والمسابقة يعني في صراع، وده رمضان والمسلسل ضخم جدا. قال له بص يا أسامة، احنا هنحط الولد قدام الميكروفون وهيغني، والله عجبنا يبقى المسلسل بتاعه، وما عجبناش خلاص هنجيب محمد الحلو، هنجيب علي الحجار، هنجيب مدحت صالح، هنجيب اللي انتوا عايزينه. فالاستاذ عمار راح باصص لي كده وقال لي بص يا حسن، انا رميتك في البحر يا حبيبي وانت عوم بقى براحتك. وقد كان دخلت سجلتي الغنوة، قعد سمع الاستاذ صلاح وسمع جمال عبد الحميد الجميل المخرج. أيه. العبقري. طبعا. وسمع أسامة أنور وكاشة. وقالوا لا خلاص المسلسل بتاع حسن فؤاد، وبدات الرحله من هنا بقى. الله. مشوار، حكايه. يعني كنتوا متوقعين النجاح ده؟ يعني الموسيقار عمار الشريعي، وانت كنت متوقعين النجاح ده للاغنيه؟ بص انها تفضل طول، يعني هي لحد دلوقتي الناس لما بتسمعها، لا صحيح. هي مش ناسيه، وكانها لاول مره بتتسمع. طبعا. هو لقيته بيقول لي جمله يعني خوفتني انا شخصيا. قال لي يا ابني انا مش عارف اقدمك ازاي في الكلام ده، الكلام ده صعب قوي، الغش طرطش رش على الوش بويا، ما ادريتش مين بلياتش او مين رزين، كلام صعب. وكان اياميها الكلام ده ما كانش مستساغ عند الناس. يعني ما كانش الناس تغش طرطش رش. بس ده سيد حجاب اللي هو فاهم يعني ايه ارابيسك، فلما يعمل ارابيسك لازم يعمل كلام اسمه ايه؟ عاشق ومعشوق، بدخل الكلام في بعضه.
فما كناش متوقعين هذا النجاح بصراحه، ولكن هو زي ما تقولي الناس كانت مشتاقه انها تسمع صوت جديد، لان في الفتره دي ما كانش حد يجرؤ ابدا يخش جنب علي حجار ومحمد الحلو ابدا. ليه؟ لان هم كانوا ماسكين الساحه اياميها، اي تتر بينزل لازم محمد الحلو يعني. أيوة الحجار طبعاً. أيوة واحيانا طبعاً. على استحياء مدحت صالح. أيوة. احيانا محمد. أيوة. ثروت واخد بالها، ولكن صوت جديد يغني تتر مهم زي ده كان صعب، كان صعب جدا. ولكنها فتحت بقى فتحه كبيره بعد كده. جيجي بعد كده غنى محمد فؤاد، عمل امام الدعاء، وغنى هشام عباس. أيوة. فاتفتحت. أيوة. على ناس كتيره خالص. أيوة. بس كانت نقله، وكانت الناس مشتاقه انها تسمع حد جديد.